تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. تم الكشف عن مشروع بناء أول منزل مطبوع بالكامل بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد، وهو متاح حالياً للمواطنين في نيويورك. وأعرب كيرك أندرسون مدير الشركة التي بنت المنزل، أعرب عن سعادته بالإمكانيات التي يتمتع بها البناء الجديد باستخدام الروبوت، ما يوفر الجهد والوقت، وهو أكثر أماناً وأقل تكلفة. هذا وتم إنجاز المنزل في غضون 48 ساعة بمساحة 900 قدم مربع، وهو مصنوع بالكامل من الخرسانة بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد. عثرت مديرية متحف ترابزون التركية على سور وجدار خندق يعودان للعصر الروماني، على جزء من سور يعود تاريخه للقرن السادس الميلادي من عصر الملك الروماني جستنيانوس، إضافة إلى جدار خندق يعود تاريخه لعام 1460 ميلادي خلال الفترة التي تعرف باسم الفترة البيزنطية المتأخرة. وقال عضو هيئة التدريس في كلية التاريخ والفن بجامعة البحر الأسود محمد يوز إن الاكتشاف الأثري يتميز بطراز معماري روماني حجري نموذجي، وإن أعمال الحفر تركزت في 5 مناطق بمدينة ترابزون للكشف عن تاريخها الحافل بالحضارات. قام الشاب الباكستاني راو يوسف الشغوف بالسيارات القديمة وإصلاحها وتعديلها بإنتاج مركبة فريدة من نوعها، حيث جمع بين النصف الأخير من سيارة بيتل القديمة ودراجة نارية ليخرج بتصميم جديد وغريب. وأصبحت هذه السيارة الغريبة محط إعجاب الآخرين، حيث يؤجرها بعضهم لحفلات الزفاف. نجح مشروع في ولاية إدرنا شمال غربي تركيا في تطوير آلة تضمن تجفيف الخضروات والفواكه عبر الأشعة فوق البنفسجية دون ملامسة الملوثات. وأشرف على المشروع الذي انطلق عام 2013 نائب رئيس جامعة تراكيا التركية البروفيسور موراد تركي الماز وشريكه أرتون أكسوي، حيث أسس شركة في حديقة تراكيا التكنولوجية لتطوير هذه الآلة التي يمكنها تجفيف الخضروات والفواكه عبر أشعة تشبه أشعة الشمس. وجرى تسجيل الآلة لدى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية. على الرغم من أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا في لبنان، إلا أن بارقة أمل ظهرت في بلدة برج اليهودية، حيث تمكنت من السيطرة على الجائحة بتسجيل 0 إصابة بحسب رئيس البلدية عامر علي عويك، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها والتزام المواطنين بالحجر المنزلي والتقيد بالوقاية المطلوبة، الأمر الذي شكل ما يشبه بالجدار الواقي لمنع انتقال العدوى. استقبل أول متجر فعلي بدون صندوق الدفع تابعاً لشركة أمازون خارج الولايات المتحدة زبائنه في العاصمة البريطانية لندن، حيث يدخل الزبائن إلى المتجر عبر مسح رمز الاستجابة السريعة والذي يعرف بQR، ثم تقوم الكاميرات والحساسات بتتبع تحركاتهم وتسجيل كل ما يأخذونه من الرفوف أو ما يعيدونه إليها. وبعد مغادرة المتجر ترسل إليهم فاتورة عن طريق البريد الإلكتروني، ويأتي الافتتاح في وقت تسعى فيه الشركة لتعزيز مكانتها في بيع المنتجات الطازجة بتجزئة.
نجحت شركة تركية في ابتكار كمامة إلكترونية تساهم في القضاء على الفيروسات وتوفر حلولاً للاحتياجات التي نشأت بسبب تفشي جائحة كورونا. وقال المدير الإقليمي للشركة بولاند إيشاك أنهم أجروا سلسلة دراسات على نماذج مختلفة من الكمامات، ثم بدأوا بإنتاج الكمامات التي تقضي على الفيروسات بواسطة الأشعة فوق البنفسجية. وتحتوي الكمامة الجديدة على فلتر قابل للاستبدال ومروحة وجهاز شحن يعمل بواسطة مدخل USB ولمدة 6 ساعات بعد شحنه لمدة ساعة واحدة فقط. أهدى المواطن التركي تانغو أجار بولاية دوزجا ابنته سيارة أحلامها من أموال ادخرها بعد إقلاعه عن التدخين قبل 14 عاماً. أجار الذي كان مدخناً شرهاً في الماضي اتخذ قرار الإقلاع عن التدخين بعدما أصابت سيجارته يد ابنته ثناء عن طريق الخطأ في أحد الأيام قبل 14 عاماً عندما كانت طفلة بعمر 9 سنوات. ومنذ ذلك اليوم بدأ أجار بادخار المال الذي كان ينفقه لشراء السجائر دون أن يخبر عائلته بالأمر، وفتح حساباً مصرفياً باسم ابنته لتجميع تلك الأموال. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. شهب محسن ذات 19 ربيعاً أبدعت في الرسم والفن التشكيلي تحديداً لتتحدى الإعاقة التي رافقتها منذ الولادة كونها من فئة الصم والبكم. ولدت شهب في محافظة واسط جنوب شرق العاصمة بغداد، فتعلقت بالرسم منذ نعومة أظفارها، فكانت تمضي بخطى سريعة وهي واثقة من قدرتها على الإبداع، فدخلت مجال الفن التشكيلي بشكل فطري، واستطاعت أن تجعل فرشاتها ولوحاتها تتكلم بدلاً عنها. على الرغم من معاناتها بدأت ترسم أحلامها وأمانيها على الورق والزجاج، فأنتجت لوحات فنية تنم عن إحساس مرهف ولمسة فنية رائعة يدركها كل من شاهد تلك اللوحات. يقول والدها إن شهب لم تدخل المدرسة ولم تشارك في ورشة تدريبية كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لا تقدر على النطق أو السمع. وأضاف أن عدم دخولها إلى المدرسة جعلها شديدة التدريب والممارسة في الرسم بمساعدة والدتها التي لديها قدرة كبيرة في هذا المجال، فتعلمت منها الكثير. بدأ الرسم عتها هي بصفتها يعني تروح للمدرسة، لأن ماكو مدرسة، فشانت أمها تعلمها على الورق، يعني الصبح تبقى وياها ترسم لها في الشغلات بسيطة على الورق، وهي حبت هاي الشغلة استاغتها، فبقت يعني شلون شوية شوية تطور بها طورت. استمرت شهب بالرسم بعد أن وجدت أنه أفضل لغة تحاكي بها الآخرين، فأبدعت خلال مسيرتها برسم أكثر من 500 لوحة عكست الواقع بكل صوره، وأثبتت بأن الإعاقة لم تكن عائقاً أمام العطاء.
Thank you.
اليوم حابين نحكي عن بعض الإجراءات اللي ممكن نتخذها للأطفال غير التخدير العادي للطفل. يعني عادة لحنا الطفل إذا كان متجاوب معنا بنقوم بعملية تخديره بشكل تخدير موضعي. طبعا من الممكن أول شيء طبعا نحط له جيل ونكهات خصوصي هي للأطفال، مثل في عنا نكهات على موز، في نكهات على فريز، في نكهات على شوكولا، بحيث منحبب الطفل قبل عملية التخدير. وطبعا ممكن لحنا أيضا نستخدم ومنستخدمها ذاتا بداخل العيادة، اللي هي بحيث وضع الإبرة بغلاف معين. فمثلا عنا بالعيادة يوجد غلاف على شكل لعبة صغيرة وتوضع بداخلها الإبرة، بحيث لما الطفل بيشوفها ما بيكون في عنده أبدا أي فكرة أنه هذا الشيء ذاتا إبرة. وبالأساس لحنا كنا واضعين الجيل الموضعي بحيث الطفل ما بيشعر بنغزة الإبرة بشكل كبير مثل لما منحطها من دون هذا الجيل. بعض الحالات الأطفال ما بيكون عندها أبداً أي قدرة للتعاون، ممكن يكون سبب نفسي، ممكن سببها تعرضت لتجربة سابقة مع دكتور سابق أدت إلى صدمة وعدم قبوله فكرة الطبيب بشكل عام، يعني من المستحيل أنه يدخل حتى على باب العيادة. فبالتالي ممكن نلجأ إلى حل من اثنين. أول حل هو التخدير العام، بحيث نأخذ الطفل إلى المستشفى بعد إجراءات التحليل الدم المناسب وعدم وجود أي مشكلة لدى الطفل. منقوم بعملية طبعا طبيب التخدير بيخدر الطفل بشكل كامل، ومنقوم لحنا بإجراءات السنية الكاملة، سواء من حفر، من حشي الأسنان، سواء من قلع الأسنان، سواء من سحب العصب، سواء حتى أخذ قياس داخل غرفة العمليات. طبعا هالعملية بتكون مدتها ساعتين لأربع ساعات، وبعدها بيخرج الطفل بشكل طبيعي بنفس اليوم. ممكن يستريح بعد العملية ثلاث ساعات من أجل أنه نراقبه، بس بنفس اليوم بيخرج الطفل بشكل طبيعي، حتى أنه بيأكل بشكل طبيعي إلا إذا كان في إجراء جراحي تم داخل الفم. أما إذا ما كان في أي إجراء جراحي، الطفل بيعاود نشاطه بشكل طبيعي جدا. يعني كثير بيخافوا من التخدير العام، ولكن التخدير العام ولله الحمد مضاره جدا جدا لا تذكر. فبالتالي إذا كان الطفل غير متعاون نلجأ إلى التخدير العام. بعض الأحيان أيضا من الممكن نلجأ إلى شيء منسميه الغاز الضاحك أو غاز النيتروس. هو عبارة عن غاز مخدر غير سام إذا استخدم بالكميات الصحيحة. نستخدمه داخل العيادة السنية، وهو عبارة عن غاز يستنشق الطفل، بحيث بيخلي الطفل يتعاون معنا بشكل كامل وهو واعي، يعني ما بينام الطفل ولكن بيصبح بشكل متعاون جدا. وأيضا هاي العملية ممكن تكون عبارة فقط جلسة واحدة نصف ساعة بنعمله الإجراء السني المناسب، يعني ما بتكون مثل التخدير العام بحيث نعمله كل الأسنان بنفس الجلسة، لا، لأنه كمان الغاز ما فينا نعرضه للأطفال بشكل طويل. فبالتالي منعرضه للغاز لمدة ممكن تكون أقصاها نصف ساعة، ومنقوم بعملية الإجراءات السنية، وبعد ذلك كل جلسة منرجع منكرر نفس العملية إذا احتاج الأمر. طبعا يفضل بشكل عام أنه لا نلجأ لا للغاز الضاحك ولا للتخدير العام، لأنه بالنهاية إذا قدرنا نطاوع الطفل وتعاون معنا الطفل، المكان الأفضل للإجراء هو العيادة السنية. وصلنا لنهاية فقرتنا، منحب نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.